جدا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوب تي في أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. طقس بارد جدا، برد قارس وأجواء ليلية مثيرة بأبرز شوارع المدينة. طقس بارد وبارد جدا مسجلة بعد التاسعة ليلا 14 درجة مئوية في الحرارة، ولكن مع ذلك طقس بارد، برودة شديدة في الطقس متابعينا مشاهدينا الكرام، وأجواء استثنائية هنا مع برودة الطقس الشديدة كانت مسجلة بعد زوال اليوم 24 درجة مئوية في الحرارة كأعلى مقياس. من المرتقب والمتوقع أن درجات الحرارة تنخفض بالليل والصباح إلى 8 درجات مئوية كأدنى مقياس. نسبة الرطوبة كتجاوز 66% بقليل، وسرعة الرياح كتوصل إلى 7 كيلومترات في الساعة. إذا متابعينا مشاهدي قناة الشعب قناة شوب تيفي، كيف هي الأجواء عندكم؟ واش وصلكم شي برد؟ هنا أجواء ليلية مثيرة متابعينا مشاهدينا الكرام، وطقس بارد، برد قارس متابعينا مشاهدينا الكرام هنا بجوهرة الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال الخنيفرة، مدينة بني ملال. غير حداو راسكم ولبسوا مزيان، لأنه برد قارس تكون في الصباح وكذلك بالليل، بالمساء والليل. يعني الله يجينا ونجيكم من هذا لاكريب، راه صعيب صعيب الحال هنايا، خصوصا في المناطق وفي المدن الداخليه. لاكريب يعني ديال الخريف او فصل الشتاء، راه صعبه جدا نزلات البرد الحاده اللي كتكون في هذا الفصلين. يعني نتمنى متابعينا مشاهدينا الكرام انكم ما توصلوش يعني نزلات البرد، وانكم تلبسوا مزيان، لانه بطبيعة الحال يعني برد قارس كيساهم كثيرا في النزلات الحاده ديال البرد اللي كيتصابوا بها الناس. يعني برودة الطقس الشديده تؤدي الى نزلات البرد، الا كان يعني الانسان ما لابسش مزيان، ما مكبطش كيف ما تنقولوا. هنايا الجاكيطه هي اللي خدامه البرد بزاف بزاف متابعينا مشاهدينا الكرام. برودة الطقس تسيطر على المنطقة على جهة بني ملال خنيفرة، برودة الأجواء، وبطبيعة الحال نفس الأجواء تسود في مختلف وعموم مدن الجهة الرئيسية، كما هو الحال والشأن بطبيعة الحال في مدن واد زم، أبي الجعد، خنيفرة، خريبكة. كذلك ما نساوش المنطقة الباردة والمناطق الباردة جدا، هما في أقاليم آزيلال، يعني في سفوح الجبال، جبال الأطلس المتوسط وبداية سلسلة الجبال ديال الأطلس الكبير، مناطق يعني كتعرف واحد البرودة شديدة في الطقس، خصوصا في المناطق الجبلية المرتفعة على سطح البحر. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هاته هي الأجواء العامة هنا بجوهرة الأطلس المتوسط مدينة بني ملال. أجواء ليلية مثيرة وبرد قارس في المنطقة. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق المؤدية، الطريق الرئيسي المؤدية إلى مدينة مراكش. إذا هذه الأجواء العامة، هذه حالة الطقس، الأحوال الجوية هنا مساء وليلة اليوم بعد التاسعة ليلا. حركية بدات كتقل في شوارع المنطقة بطبيعة الحال، لأنه برد قارس جدا يضرب المنطقة، صقيع، موجة صقيع
تصل لجهة بني ملال الخنفرة، موجة صقيع حادة برد قارس. متابعينا مشاهدينا الكرام، إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء العامة هنا بجوهرة الأطلس المتوسط إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.